سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. نائب رئيس الجمهورية يلتقي في المنامة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. ولد الشيخ يعلن تسليم وفد الحكومة والانقلابيين خارطة طريق للحل وفقا للقرار 22/16. تقرير حقوقي يكشف عن المأساة التي ارتكبها الانقلابيون في مديرية الوازعية بتعز. أهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر بملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وبحث معه مستجدات الأوضاع في اليمن وما أحدثه الانقلاب من نتائج سلبية في الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية. وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وثمن نائب الرئيس الدور الفاعل لمملكة البحرين ضمن دول التحالف العربي، مؤكدا بأن دور وتضحيات البحرين ستظل محط تقدير وعرفان لدى اليمن قيادة وحكومة وشعبا. من جانبه عبر ملك البحرين عن ترحيبه بالفريق الأحمر، وجدد التأكيد على موقف البحرين مع بقية الدول الخليجية المساندة للشرعية وأمن واستقرار اليمن وتلبية تطلعات اليمنيين. كما أكد الفريق الأحمر بأن الشرعية ماضية في استعادة الدولة ومؤسساتها الرسمية بناء على الأسس المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 22/16 والقرارات الأممية. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطويرها في مختلف المجالات، واستعرض مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية والاقتصادية عقب الانقلاب على الشرعية في اليمن وما خلفه الانقلاب من مخاطر وصعوبات شتى في مختلف المجالات تجرعها أبناء الشعب اليمني. من جانبه قال رئيس الوزراء البحريني بأن البحرين ستظل سباقة في تقديم الدعم لليمن بمختلف المجالات بما يخدم أمنه واستقراره وازدهاره. قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأنه سلم طرفي مشاورات السلام اليمنية مقترحا لخارطة طريق في سبيل حل الأزمة اليمنية. وأوضح ولد الشيخ خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكويتية، أوضح بأن خارطة الطريق التي اقترحها تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع في اليمن، ويشمل إقرار الترتيبات الأمنية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 22/16، وكذا تشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الاقتصاد الوطني وتستطيع تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين. كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية بموجب هذه الخارطة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات التالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، ومنها الخارطة الانتخابية وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور. ولفت ولد الشيخ أحمد إلى أن خارطة الطريق تنص على إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات. قال رئيس الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بأن لجنة التهدئة والتنسيق المشتركة والتي شكلت للإشراف على وقف إطلاق النار والتهدئة تم نقلها إلى مدينة الظهران جنوب المملكة العربية السعودية. وأوضح المخلافي في تغريدات له على تويتر بأن قرار نقل اللجنة إلى السعودية جاء باتفاق من الطرفين. وقال المخلافي بأن اللجنة ستعمل على الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار من هناك. وجدد المخلافي أيضا التزام الحكومة بخيار إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه وفق المرجعيات الثلاث والانسحاب وتسليم السلاح واستعادة الدولة أولا. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر حرص الحكومة تقديم الخدمات للمواطنين
في محافظة شبوة وكل مديريات المحافظة المحررة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدن وكيل محافظة شبوة ناصر القميشي ومناقشة الوضع الخدمي في المحافظة وإجراءات مكافحة حمى الضنك الذي انتشر مؤخرا بشكل كبير في محافظة شبوة. وجه رئيس الوزراء وزارة الصحة بتوفير مرشات ومبيدات للسيطرة والقضاء على حمى الضنك، كما وجه بالعمل على حل مشكلة الانقطاعات ووضع حد لعجز الطاقة للتخفيف من معاناة المواطنين. تمكن المهندس المختص في موقع الصحوة نت من استعادة الموقع بعد اختراقه لساعات من قبل مجهولين نشروا فيه مادة صحفية تخالف سياسة حزب التجمع اليمني للإصلاح الإعلامية ومواقف الإصلاح الواضحة في كل القضايا، وكذا تسيء للشرعية ولدول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وقال بيان صادر عن إدارة الصحوة نت بأن هذا الاختراق يأتي ضمن أدوات الحرب القذرة التي سلكتها ميليشيا الحوثي صالح تجاه وسائل الإعلام والوسائط المعرفية في اليمن. وأكد البيان بأن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وكل دول التحالف العربي ومن خلال عاصفة الحزم والأمل قد قاموا بواجبهم الشرعي والأخلاقي والأخوي والسياسي في التصدي للمشروع الفارسي وكسر شوكته في اليمن، وسيظل قرار عاصفة الحزم والأمل بمثابة تحول تاريخي وبداية نهوض لمشروع عربي إسلامي في مواجهة المشروع الفارسي الذي يتهدد الأمن القومي العربي والإسلامي. وقال البيان بأن رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي هو رمز وممثل للشرعية اليمنية وقائد التوافق الوطني ومعركة النصر والخلاص من ميليشيا التمرد والانقلاب الفارسية. ولفت البيان إلى خطورة بقاء المؤسسات والدوائر الرسمية في يد الميليشيا ومنها وزارة الاتصالات التي يتم من خلالها العبث بوسائل الإعلام وحجب واختراق المواقع اليمنية. كشف الناطق العسكري بتعز العقيد الركن منصور الحساني عن أهمية الغارات التي شنتها قوات التحالف العربي فجر الخميس، مشيرا إلى أن نتائج ضربات الطيران كانت دقيقة ومحكمة. وأشار الحساني إلى أن الطيران نفذ 8 ضربات منها 3 استهدفت تجمعا لميليشيا الحوثي والمخلوع في مدرسة غراب والمستوصف والتي حولتها الميليشيا إلى ثكنات عسكرية، ونتج عنها تدمير طقم فورد عليه رشاش 23 وطقمين قتاليين وتدمير مخزن أسلحة وذخائر، مؤكدا وجود 4 أطقم أفراد قناصة تم إحضارهم للهجوم على اللواء وتم استهدافهم بالغارة داخل المدرسة. وقال العقيد الحساني بأن الضربة 4 استهدفت الدبابات تحت نقطة السمن والصابون، فيما الخامسة استهدفت مخزن أسلحة وذخائر بجانب المصنع، واستهدفت الضربة 6 دبابة تابعة للميليشيا في تبة الضحي خلف شارع 50، والضربة 7 و8 أصابت تجمعات معادية في الدفاع الجوي وفي 60. وأكد الحساني بأن الغارات جاءت بعد معركة استمرت قرابة 5 ساعات، وحقق أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صمودا أسطورية ومنعوا فيها الميليشيا الانقلابية من تحقيق أي تقدم يذكر. مأساة مديرية الوازعية التي تعرض أهلها للقتل والتهجير من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع كانت محط تقرير حقوقي أصدرته منظمة العدالة والإنصاف بتعز. نتابع. الوازعية مأساة اليمن الأولى، فقد أفرغت المديرية من سكانها بالقوة وهجروا إلى أكثر من محافظة، ولما يزيد على 30 موقعا مختلفا نزح إليه السكان. حرقوا بيوت علينا، خارقوا نحن من بيوتنا، وشبتوا بنا وعذروا بنا إلى أكل تدري يا حبيبي والنار أحد. منظمة العدالة والإنصاف في تقريرها اليوم والمسمى الوازعية المأساة المنسية كشفت عن المأساة الحقيقية لهذه المديرية من خلال الأرقام بعد الرصد والتحري الميداني. بلغت حالات القتل 132 حالة، وبلغت حالات الإصابة 300 حالة، وبلغت حالات الاختطاف 150 حالة، وبلغ حالات تهجير قسري للأسر 4160، وبلغ اعتداء على الممتلكات الخاصة 354، الاعتداء على ممتلكات عامة 15، الإجمالي 5111. تختلف مأساة أبناء الوازعية عن أي منطقة أخرى، فقد أخليت القرى نهائيا بعد التقتيل والاستهداف،
وما زالت المأساة تتفاقم كل يوم ولم تصل إليهم أي معونة، ومن نجا بنفسه لم يعرف متى ولا كيف ستكون العودة. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. وفي مدينة القاعدة، حيث أكدت مصادر محلية وأخرى طبية سقوط شهيدين و15 جريحا في المدينة نتيجة انفجار قنبلة فجر اليوم ألقاها أحد مسلحي ميليشيا الحوثي على زملاء له اختلف معهم، ولكنها أصابت المدنيين. ونقلت المصادر بأن أحد مسلحي ميليشيا الحوثي والمخلوع اختلف مع رفاقه المسلحين ورمى قنبلة يدوية على مسلحين حوثيين كانوا على متن أحد الأطقم العسكرية أمام سوق الهيثمي بمدينة القاعدة بالقرب من ركن عمارة حسن العنسي، وأسفر الانفجار عن قتل مواطنين وإصابة أكثر من 15 شخص بينهم 4 نساء والضحايا كلهم من المدنيين. وفي موضوع آخر، أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع يوم أمس الأول على تهريب أحد القتلة المدانين قضائيا من السجن المركزي. وأفادت مصادر خاصة بالسجن المركزي بأن المدعو أبو كرار المعين من الميليشيا الحوثية مشرف على السجن المركزي بمحافظة إب، ومعه المدعو هيثم العمري، قام بتهريب أحد القتلة بسبب قرابته من قيادي في ميليشيا الحوثي. وبعد تسرب الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي، قامت الميليشيا بسجن عدد من جنود السجن المركزي متهمة إياهم بتسريب الخبر. تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في جبهة نهم ردا على استمرار خروقات ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية. متابع. في ظل الخروقات المتواصلة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي والمخلوع في جبهة نهم شرق صنعاء، استطاع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صد أكثر من هجوم طوال الأيام الماضية قامت بها الميليشيات، الأمر الذي دفع الجيش والمقاومة إلى الرد والسعي لتأمين مواقعهم من خلال تحرير عدد من المناطق والمواقع الهامة التي كان يسيطر عليها المتمردين الانقلابيين، وأبرزها جبل المنصاع والمنارة والنفاح والمجاوحة، وتم تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. دامت ميليشيات الحوثي باختراق الهدنة، وحاولوا محاولة خائبة للتقدم نحو مواقعنا وخطوطنا الأمامية في مديرية نهم، وقمنا بدحرهم وتقدمنا وطهرنا بعض من المواقع الذي كانوا يتمركزون فيها مثل عيدة وجبل المنصاع والمنارة، وحررنا مناطق من نهم النفاح والمجاوحة والذحل. هذا وشهدت جبهة نهم خلال اليومين الماضيين مواجهات عنيفة قتل فيها عدد من المسلحين الحوثيين، وجرح وأسر عدد آخر من بينهم قيادات ميدانية، وذلك أثناء محاولتهم في استرداد المواقع والمناطق التي تم تحريرها في الميمنة والميسرة والتي باءت بالفشل. عبدالله بوسعد، قناة سهيل، مأرب. قتل شخص وأصيب 28 آخرون في انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون في سوق السلاح بمحافظة مأرب، وتمكنت قوات الأمن من تفكيك عبوة أخرى في محاولة من الانقلابيين لاستهداف الاستقرار في المحافظة. قتيل و28 جريحا نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعتها خلية إرهابية في سوق السلاح بمأرب، فيما تمكن خبراء المتفجرات في المنطقة العسكرية الثالثة من تفكيك عبوة أخرى تنفجر عن بعد، زرعت على جانب الطريق في نفس المكان، وتحتوي هذه العبوة على مادة السيفور شديدة الانفجار. هذا عمل إجرامي حدث في سوق السلاح، الناس متجمعين هناك في سوق السلاح كالمعتادنا. إلى الآن الحصيلة 28 جريح، منهم واحد شهيد وخمسة في العناية المركزة، ونحن ندين هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف المواطنين. شهود عيان أكدوا سقوط عدد من الضحايا الأبرياء الذين يعملون في هذه السوق نتيجة للانفجار الكبير للعبوة الناسفة، وهي الوسيلة الوحيدة التي يراهن عليها الانقلابيون لزعزعة الأمن والاستقرار في عاصمة المقاومة. كنا في سوق السلاح وكانت قريب مننا، لم يكن بيننا وبينها إلا مسافة 3 أو 4 متر، وكان ضحايا ناس كثير
لا نحصي عددهم، منهم من قد راح ومنهم من عاد في قسم الطوارئ إلى هذه اللحظة، لكن نسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن ينتقم ممن قام بهذا الفعل الإجرامي، وممن هم يتصيدون الأبرياء وهم يطلبون رزقهم ويسعون لمعيشتهم. يدعو مواطن محافظة مأرب الجهات الأمنية إلى رفع الحس الأمني ودرجة الجاهزية رغم إدراكهم للصعوبات والتحديات التي تواجههم، خاصة أنها ما زالت في طور التأسيس، لكنها تقوم بجهود كبيرة حيث فككت عددا من العبوات الناسفة وداهمت عددا من الخلايا النائمة وقبضت عليها. أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع على مداهمة قرية بني كديش في مديرية عبس بمحافظة حجة، وقامت بإطلاق النار لساعات وبشكل هستيري على منازل المواطنين من آل الكديش عقبة في مداهمات للمنازل تحت مبرر البحث عن مطلوبين. وأوضحت مصادر محلية بأن حالة من الهلع والخوف الشديد أصابت وسط سكان المنطقة وخاصة النساء والأطفال. وأكدت المصادر بأن مهاجمة ميليشيا الحوثي والمخلوع نتج عنها عدد من الإصابات بين المواطنين من بينهم أطفال، كما أصيب المسن حسن أبكر كديش البالغ من العمر 80 عاما بكسور نتيجة اعتداء الحوثيين عليه وهو على سرير المرض، بالإضافة إلى حالات اختطاف طالت مواطنين واقتيادهم إلى جهة مجهولة. هذا وناشد أبناء المنطقة العقلاء في مديرية عبس إنقاذ أبنائهم المختطفين وطالبوا بإنقاذ بهامجية الحوثي. استنكر مشائخ ووجهاء مديرية مبين بمحافظة حجة في اجتماع لهم ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع من مداهمات واقتحامات وحالات اختطاف واسعة وتدمير منازل ونهب ممتلكات ومجوهرات وقتل أبرياء في مناطق متعددة في المديرية. وكانت الميليشيا قد أقدمت على تنفيذ حملة مسلحة بقيادة المدعو صادق الأدبعي على عزلة الأدابعة التابعة لمديرية مبين بمحافظة حجة، واستهدفت منازل بني شبور وبني الأبرط الأدبعي وبني الحاج الأدبعي وبمدافع بي 10 وغيرها من الأسلحة المتوسطة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل مواطنين بينهم امرأة طاعنة في السن وجرح آخرين. وأوضحت مصادر أن الميليشيا اختطفت مواطنين بينهم طفلين واقتادوهم إلى جهة مجهولة. وفي ذات السياق دهمت الميليشيا منطقة عجرمة في مديرية مبين بستة أطقم بقيادة المدعو بشير حمزة، واقتحمت دار القرآن الكريم بعجرمة وحاولت اعتقال عدد من أبناء المنطقة ممن كانوا معتكفين في مسجد الدار. ولاقى هذا العمل الإجرامي استياء مواطني العزلة الذين قاموا بدورهم بالتصدي لتلك الميليشيا لتلك الأطقم التي أخذت شباب العزلة المعتكفين، حيث اشتبك مواطنون مع أفراد الجيش الوطني مع أفراد الميليشيا المسلحة وأجبروهم على ترك المختطفين وطرد الميليشيا من المنطقة. وفي مدينة عدن، حيث أقدم محتجون غاضبون على إحراق الإطارات في عدة شوارع بالمدينة صباح اليوم احتجاجا على الانقطاعات المتواصلة للكهرباء في نهار رمضان. وقال المحتجون بأن عدن لم تشهد أي معالجات لملف الكهرباء رغم العديد من الوعود في إصلاحها، لكن لم يحدث شيء يذكر من هذا القبيل. وطالب المحتجون بتوفير التيار الكهربائي للعاصمة المؤقتة عدن التي تشهد انقطاعات متكررة للكهرباء منذ تحريرها من الميليشيا الانقلابية العام المنصرم، ويمضي الأهالي ساعات بدون كهرباء في مدينة ترتفع فيها درجة الحرارة إلى مستوى مقلق في فصل الصيف الحالي. زي ما قال أبو حماد إن ترجع قرية رجع أبوها قرية، لا في مسائل مصلين على النبي، لا في رجال ولا في عدين ولا حمو شيء. لهم هم شهرين يقولوا بنصلح، بعد 10 أيام بعد 8 أيام كله كذب. كهرباء شبه مقطوعة، ما فيش كهرباء. تحت شعار خدمة بيوت الله وسام شرف، كرم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب القائمين على خدمة بيوت الله. نتابع. تحت شعار خدمة بيوت الله وسام شرف، قام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب حفلة تكريم القائمين على خدمة بيوت الله عز وجل بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح والشيخ علي سعيد بن سهيل ومدير مكتب الأوقاف الأستاذ عبد الحق بن عبود الشريف بعد صلاة العصر في الجامع الكبير بمأرب. نحن اليوم في هذا اليوم المبارك نكرم أعظم وأهم شريحة في المجتمع، ألا وهم القائمين بخدمة بيوت الله عز وجل وسدنة المساجد. هؤلاء الذين
كرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نكرمهم، متمثلا في تلك الجارية التي كانت تنظف مسجده النبوي الشريف، فعندما ماتت ولم يكن حاضرا يصلي عليها جمع الصحابة رضوان الله عليهم فذهب إلى قبرها وهم خلفه فصلى عليها ثم دعا لها بالجنة، ثم في بعض الروايات أنه سألها أي العمل أفضل فقالت، قالوا يا رسول الله ألا تسمع؟ قال والله إنها لا أسمع منكم، إنها تقول إن أفضل الأعمال إن أفضل الأعمال هي تنظيف المساجد. وتأتي هذه اللفتة الإنسانية الكريمة تتويجا لهم وعرفانا لدورهم وتلمسا لحاجاتهم، كما تم تكريمهم بشهائد وسام شرف وإهداؤهم هدايا عيدية. قمنا في هذه الفعالة الطيبة بالمرور على كل المساجد في المدينة وضواحيها، وبلغ عدده المساجد قرابة 24 متكرم كرمناهم في هذه الفعالية الطيبة، كبار سن ونساء وشباب ويمنيين وأثيوبيين كلهم كرمناهم. وتعد خدمة بيوت الله من أثقل الأعمال أجرا وأحسنها برا وأعظمها خيرية، فشتان بين من يعكف على تحسين المساجد وتزيينها وبين من يدنسها ويهدم أركانها. تكريم العاكفين على خدمة بيت الله عز وجل عمل الإنسان النبيل ولفتة كريمة توضح ربما تماما أن حاجة المجتمع إلى مثل هؤلاء النماذج القائمين بهذه المهمة التي تعد أسهم شرف، فخير الناس أنفعهم للناس. ناصر الجمر، قناة سهيل، الجامع الكبير، مأرب. أكد محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة بأن المساومة في أمن مأرب، وأن الحزم سيستمر، وكذلك الحزم سيستمر للحفاظ على الأمن فيها. جاء ذلك خلال مأدبة إفطار دعي لها الإعلاميين والمثقفين والسياسيين في محافظة مأرب. برعاية محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، قام مركز سبا الإعلامي بإفطار جماعي للإعلاميين والناشطين والسياسيين، وأكد العرادة على الدور الذي يقومون به إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مشددا على ضرورة مشاركتهم في بناء المحافظة والوطن كونهم يمثلون نخبة المجتمع. ولا بد أن نشترك وياهم في التخطيط وفي التعاون وفي التوجيه وفي التقييم، ولا نستغني عن آرائكم ولا عن توجهاتكم السليمة بأن تترجموها إلى آراء نستنير بها في طريقنا في كل الجوانب. نحن بحاجة إليكم كإخوة أعزاء، لديكم القدرة ولديكم الخبرة ولديكم التجارب الكبيرة أن نستفيد منها، ونحن على أتم الاستعداد للاستفادة منها، بل ونعتز ونفتخر أن نستفيد من أمثال هذه الوجوه الشهمة، هذه الوجوه التي تمثل بإذن الله نواة النخبة الصادقة لمستقبل اليمن، أنتم وأمثالكم من إخوانكم في المحافظات الأخرى سواء في الداخل أو في الخارج. وحول التحديات التي تواجه محافظة مأرب، قال العرادة أنها تواجه تحديات جمة تتمثل في الجانب الأمني والتنموي والحاجة إلى دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمواصلة التحرير، بالإضافة إلى العبء الكبير الذي تحملته المحافظة والمتمثل بالنازحين من المحافظات الأخرى الذي وصل عددهم إلى مئات الآلاف. طبعا لدينا تحديات كبيرة في المناطق المحررة، من أهمها محافظة مأرب، تحديات أمنية، تحديات تنموية، لابد أن نضعكم في الصورة فيها، والناس يحتجون والناقد هو يستطيع أن يتكلم كثير، لكن الذي في ميدان العمل ويعرف حجمه. الانشغال كبير، لدينا جبهات القتال القائمة محتاجة إلى الدعم في جميع الاتجاهات وفي جميع الجوانب، لدينا جيش وطني ولدينا أمن ولدينا مقاومة شعبية ولدينا نازحين ولدينا عدد من الهموم الكبيرة، لكن مع هذا نحاول أن نسدد وأن نقارب وفقا لإمكانياتنا المتاحة والبسيطة. إمكانيات أيها الأخوة بسيطة جدا، الناس يتكلمون لكن لا يعرفون حقيقة الأمر. وأجاب العرادة عن تساؤل الصحفيين حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة ألا مساومة في الأمن، وأن الحزام الأمني للمحافظة سيستمر وسيتم التصدي بحزم لكل من يفكر بالمساس به. الأمور في طريقها والحزام الأمني مستمر والأمن سيستمر، ولا مساومة في الأمن بعد الشهداء. لن نساوم ولن نقدم، إن كنت أنا أجامل دائما القبائل وأحرص عليهم وأن أرفع من شأن القبيلة لأن تتطور وتصبح جزء وعضو فاعل في المؤسسة الوطنية المدنية، وهي قادرة لهذا وهي الأحوج لهذا، هذا ما أعمل عليها. لكن قضية أن نخضع الأمن لأي فئة سواء كانت قبلية أو ميليشاوية أو حزبية
معاذ الله. كان هذا بحضور عشرات الإعلاميين والسياسيين والمثقفين الذين تم دعوتهم لمأدبة الإفطار والاطلاع على وضع مأرب من خلال اللقاء المفتوح والمباشر مع محافظ المحافظة. أقيمت في محافظة المهرة مأدوبة إفطار جماعي حضرها ممثلو المكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. نتابع. أقامت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة المهرة مأدوبة إفطار للمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بحضور الشيخ محمد عبد الله كدة محافظ المحافظة، والذي أكد في كلمة له على أن الأمن والاستقرار من الأولويات في هذه المرحلة وبمشاركة الجميع. والمسألة الأمنية زي ما قلت هي أولويتنا كلنا، إن كان كسلطة محلية أو كمكونات سياسية أو اجتماعية، الجانب الأمني هو الأول في المقام الأول في هذه المرحلة الثانية. كما تحدث الأستاذ مختار محمد سعيد بن عويض عضو اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالمهرة، أن البديل عن العمل السياسي هي العصبيات المناطقية والقبلية والحزبية، وأنه يجب أن تقدم المكونات السياسية ما ينفع المحافظة. أنا أعتقد أن البديل عن التنظيمات السياسية هي العصبيات، سواء كانت الحزبية ولا القبلية ولا المناطقية، كلها مفهومة. نحن لا نامل أننا يعني نثبت البرامج السياسية والعمل السياسي وننتمي لتنظيماتنا السياسية خدمة لحضرتنا. وجودنا في التنظيمات خدمة لحضرتنا. اليوم الذي نجد نفسنا ننتمينا لتنظيمات سياسية فيه مضرة وما في نفع لحضرتنا، فتذهب التنظيمات إلى ما لا نهاية. كما استنكرت أحزاب اللقاء المشترك والسلطة المحلية بالمهرة العمليات الإرهابية التي استهدفت جنود الجيش الوطني بمحافظة حضرموت، سائلين الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. محمد سعيد كلشات لقناة سهيل الفضائية، المهرة. أقامت مؤسسة المعلم للتنمية بمحافظة الجوف الليلة حفلا خطابيا بمناسبة اختتام مشاريعها الرمضانية بالمحافظة للعام 1437، وفي الحفل ألقى منسق الائتلاف حسن هذلول كلمة شكر من خلالها مؤسسة المعلم للتنمية على جهودهم الكبيرة في خدمة المحافظة. من جانبه شكر مبارك العبادي رئيس مؤسسة الجوف للإعلام والحقوق مؤسسة المعلم للتنمية على مشاريعهم الكبيرة والتي تنوعت في المجالات التنموية والإغاثية والتعليمية والصحية. وفي ختام الحفل قام المدير التنفيذي للمؤسسة وإدارة الائتلاف بتكريم العاملين ومندوبي المديريات بشهائد تقديرية وهدايا رمزية. صناعة المعاوز في تعز من الأعمال الحرفية والتي يعمل بها عدد كبير من العمال وبحرفية عالية في تنويع الأشكال والألوان والتسميات، وتلاقي إقبالا كبيرا من الناس خاصة في الأعياد والمناسبات. الزميل محمد يوسف زار بشير عباس صاحب معمل معاوز للإطلاع على صناعته. بشير عباس علي أحمد، فتحنا المحل هنا من 2000 حوالي 2001 2002 كذا، كنا نشتغل بالبلاد ونقلنا لهنا. بدأنا بالعمل أول شيء بفنتين مكاين أو أربع مكاين كذا، ثم إلى يعني نحاول نزيد المكاين. الآن الحمد لله معنا حوالي 20 مكينة كذا. اشتغل معي الآن حاليا 20 عامل. المعاوز عدة أنواع، منها المزجات والبيضاني والشبواني واللحقي، في طبعا 5 مزجات، في 7 مزجات، في 3 مزجات، 4 مزجات، زي ما كذا يعني. الخيط المستخدم أحسن خيط هو كان الياباني سابقا يعني، بس الآن حاليا ما هلوش هنا في اليمن. نستخدم الآن الخيط الدلوسي اللي هو رقم 1، ولا في الخيط اللي هو كوري هذا يجي قاسي اللي هو 7 مزجات، تستغرق به 4 أيام كذا، 4 أيام إلى 3 أيام، اللي هو الشاقي اللي هو نشيط. اللي هو عادي هذا اللي هو أبو 2000، المعواز اللحقي أو الشبواني يعني، ممكن الشاقي يصلح 2-3 حبات باليوم. والله النقاشات كلها على العقل، العقل يعني جلس واحد بعض الخزانة بعد يكيف كذا وطلع نقشة على طول ساعته. المعوز يكلف الخيط، يكلف إلى الخيط حقه يكلف 1500،
يعني تدي للشاقي في نوعية تدي له 7000 على الحبة، في نوعية تدي له 5000 اللي هو 5 مزجات، وفي نوعية تدي له 2000 يعني زي ما كذا 2000 2005، وفي نوعية ندي للشاقي عليه 1200 اللي يعفى 1000 حبات باليوم. المشقة والله زي ما تقول تدخيل الخيط، الخيط بالذات هذه الأيام، يعني إذا معك كمية خيط يعني مضاعفة تدخل. الصيني تنافس البضاعة اللي هي بالدرجة الأخيرة، هنا عندنا تنافس الدرجة الأخيرة، أما الدرجة الأولى واللي بعدها ما مستحيل. الحاضنة الشعبية للمقاومة بتعز، وضمن حملة جسد واحد دشنت ليلة أمس مشروع فارس تعز، وأقامت الحملة سمرا رمضانيا كبيرا بمشاركة مختلف شرائح المجتمع بهدف جمع التبرعات اللازمة لدعم صمود المقاومة الشعبية. ودعا القائمون على الحملة جميع القادرين في الداخل والخارج إلى الوقوف مع المقاومة ودعم صمودها. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. نائب رئيس الجمهورية يلتقي في المنامة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. ولد الشيخ يعلن تسليم وفد الحكومة والانقلابيين خارطة طريق للحل وفقا للقرار 22/16. تقرير حقوقي يكشف عن المأساة التي ارتكبها الانقلابيون في مديرية الوازعية بتعز. ختام هذه النشرة، نشكركم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في أمان الله. We'll be right back.